سلام اندمنا لاتشو لين ودي تكتاتيوشي اني اكزابير مسكن سلام نين امكوان ودني چانال بسلام مدقاتشو يالكوين زاري دمو هي متاوتن بدعم يميت افت قونجو يزقوم ارتب عبرنا زكاة جالن اسكامج ارشاو درس عبراكشوين كاني غاراك ايو يسل كابس قاهون ودى اصراراتشن ايهو انقدي لارتبو بمجمرا بوانا نتمي اسفل لغون قباتوشن دزي دنج ولات سوست دنج ولات تيماتي عندك أريا، عند شنكورت، عند كاروت، عندتي أزكاش تقربي واللهين أهون دمو، بزي ملك دمو ملأ أصلج أقربي أشواله، بمجمع ريا شنكورتون بندتي بندت أفس بس ليس ملك بندتي بس سويارقنا نكت فوالن. شنكورتون عندتي سلاس يارقنا بندت أفس. بتعم بفتحنا ميدر سو بتعم دمو بزعلي بتعم يميت عفت مالتنا ونقدي شن كرت عشان ندي كتفان كجرسن بوهلا وده سهل لي نزكا جلنا ميزان بلاس عشان كدمن نزكا جلنا ميزان بلاس كدمو كله نقدر نزكاش بزوج زي لاس سراري كلا عند زوم دمو بتعم سرعة عشان يفتحنا لنا طوله يدرسال مالتنا ونقدي كدمن تلقو نقدر كسرعة وشين مستوى جزي ما كثرت فنودو كم أفصل يبلغ أبي يلا لو ما أفصل وده وبك أزاوية بس لو ده قدم أنا ميدرجة وكأجمر يتدرج كيران. عند ذي كان ما كثرت فنودنا ما زكاجتو تنش كذي ميوستنا كرسلونه. كأدم بعد ركان بند ذي ملك ميزان بلاس أشنن كزكاجت. لا سرارة أشن ميكلا بفترة ثم إنما قبل ما أرثو تيماتي منهم بمتعود ملكو. كشون كرتو كاتك أرابي كرس سايز أدركي. أدركنا بندزي ملك نازك جوالن كزار مو كاروتونم بندزي بمفك فيك أو بكاروت ملاج أو مفك فيك أو سام بكاروت ملاج أو بزي ملك انتن الوال لما لثنو فك أنا رجوالن إيه هو عندما تيوت كاروتون بزي ملك تزكاش توال كاروتون بتأم كونجو ل سوم ارتباطشن كونجو كأندو فيجيتابل قبات وست عندي هون لنا المالسنو يو تيماتي من بذي ملك شنكورتون كاروتون بند ذي ملك عزقايتان جارسانال اهون ودا دنشون هلالن دنشونم اندذي بكبو سس سسيال راقن نكات فوالن نقدي ارتبسي بال يو هونو سايو دوال كالجس كاواكي ميوبدد مالسنو يا دنيتش يا ويدا مو يرت أب ساندويتش مالتنا يرت أب نبت أمي ودر بت أمي متعفت كونجونا كرنو يهو دنيتشو نبتي ملك هذا كاتجم بحالا أتبع نادركنا كذولت وهاو درج عندي لرت أبى تدرج عندي للن نادرك قالن أني بيبر ثاول لاي بمسكمت يا درك قطني الله تين زيتو سنجمري فلا زيتو سنجمرو ندايفن تاتاكنا ندايك قاتلن مالتناو السود متقط بلو درق اسكيل دراس قاريو ندمو نازكاجالن اندالكواچو نو قدمن ميكتاتفوتن ነገሮች قدمن كازاجاجن بتام باجرسات بقلالو سرتن نمگبالن اندزيوم گيزي ما يوستبنم لاسراراچنم بتام ياقللنال مالتناو قاريونم اندزي اندمتاوتو كوستو فريون ناوتتن بندزي ملك نازكاجوالن قاريو بتام ياقاتل قاري سلانبر نو فريون ياوتاوت انانتا گن كفلگاچو فريونم ساتاوتو متقم تچلالاچو مالتنو كذا زيتون نچمرنا بمطبشاچن لايلك زيتو سيفلا چيبسو ميم دمو دنچون يچمرن انابسلالن دنچو اندزي يبسللن كغونو دمو ليلا متبشان نطدالن صوصون نازكاجلتالن لارطبو يمسفلكون صوص اندزي تقيت زيت نچمرالن زيتو لك تنش موق انداله شنكورت بس لايس يكتفلون نچمرنا شنكورتون نطبسوالن شنكورت اندزي يطبس طبس يادرغنو دنچاچنم كبق يالن كغونو لغونو ادرغنو لفطنات بفطنات اندي درسلن معناتنو ይሄው በስሎ በዚህ መልኩ አጥቻለሁ የተወሰነውን ግማሹንም እንደዛው ያበሰልኩት ሄዳለሁኝ እንዱ ደግሞ ግማሽ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አብሮ ከበርበሬው ከሽንኩርቱ ጋር አብሮ እንዲቁላላ በርበሬ ከዘይቱ ጋር ጥብስ እናደርገው በርበሬ የሚለውን ቃና ያጠፋልናል ቆንጆ ያደርግልናል እንደዚህ በርበሬውን ትንሽ ጠበስ ካረግን በኋላ ሽንኩርት ቲማቲሙን ጨምር አድርገን አብሮ ከሽንኩርቱ ጋር እንዲቁላላ
لتنش ديقا انتو والن كذا تشيبسون كاكون تولو تولو يا بسر لنا تولو تولو يجرسنا وصوصاتنا ميعون قدي قدا ودا ويارقل النارسنا والن كذا بمكتل صوصاتنا لي ويدا مكولي تاتنا لي كوندو بربري انيش عمر بطالن بدام كونجون ميادرقلن كانون يتعفت والن ان داياتشوت ان انت بربريون كالفلقاتشوت ماوطات على متقم تشلالاچو كلارون قونجا ياراغلنا طرو نمي ياراغلن بنچو مسرات مازاجاجت نچلالن انديوم چاو چامر ياللهوي بمقتل دمو نچ شنكورتنا زنجبل ابرو تفچا اسوم ابرو لارطبو بتام قونجو يونه اند عند بتام اسفلاقي يونه قونجو يونه قاني يسطلنال معناتنو كذا يفلاهو يتزاجج نبر بتام تقيت طب طب ارغي كذي بوحالا ميقابوتن قباتوش ارتب اندي ادر قلن مارتنا ارتب سيبال اندي بقال سلسي على ارتبات يعلو يمقب عينات مالتنا وكذا كاروت يتزاقات جون اندي جامر على الكاروتون اندي وداو اندي جامرن وداو مالسان يتزاقات جنون جيبسنا من جامرو مكنياتوم كاروتو بتعام مبسلين لبتم كذي بوحالا عبرو بوستسيكو يعبرو سيبوهاد براسو يبسلي هيدال ገንዘብ ብለን ካሮቱን ከሽንኩርቱ ከቲማቲም ጋርም ብለን ንጥበሰው ብለን ካለን ካሮት በባህሪው በጣም እየበሰለ በሄደ ቁጥር በጣም ስዊት እየሆነ በጣም ጣፋጭ እየሆነ ነው የሚሄደውና እንደዛ እንዳይሆንብን ካሮቱን እንደጨመረ ከቁሌቱ ጋር ትንሽ ከቀላቀልን በኋላ በቀጥታ ቺፕሱን ነው መጨመር ያለብን ማለት ነው የዘጋጀነው ድንች ከዛ በዚህ መልክ በደንብ አርተን ከሶሱ ጋር ካዋሃድን በኋላ መልሰን ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ትንሽ ደሞ ጨው እንጨምርበታለን ምክንያቱም ደሞ አሁን መድሰን እየጨመረው ለድንቹም ለካሮቱም ሐሪፍ ቆንጆ ይሆንለታል ማለት ነው ጥሩ ጣዕም ይሰጣዋል ከዛ በዚህ መልክ ይዘን ደምደምደምደም እናረጋዋለን ያው እንቁላል ስለሌለው እርስ በራሱ የተወሰነ እንዲያዝልን ማለት ነው እንደ ሳንድዊች ስንሰራው ፍርፍር ብሎ ለየብቻ በትንተን እንዳይለብን በመቀጠል በመጨረሻ እንደዚህ ቃሪያውን እንጨምራለን ከዛ በኋላ ወለታችን እንዲው ነካነካ ያረጋን አብሮ እርስ በራሱ እንዲያዝልን ማለት ነው ሽታው በጣም ልዩ ነው እንዴት በቃ ቆንጆ የሆነ ማዕዛ ነው ያለው ይሄ እርጥብ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ጨርሰናል ባጭር ሰዓት ማለት ነው አሁን ደግሞ ሳንዱቻችንን የታንዲስ ዳቦችን እናዘጋጃለን እንግዲህ ለእርጥቡ ዳቦ ያዘጋጀሁት ያቀረብኩት ዳቦ እንደዚህ የበርገር ዳቦ የሚመስል ነው ለሳንዱቹ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ መጥበሻ ላይ እንደዚህ ሙቅ ያደረግን ቶስት እናረጋለን በጣም ነው የሚጣፍጠው የእውነት ዳቦን እንዲ ቶስት አርክተን እርጥቡን ላው ላይ ስናረጋበት በጣም ቆንጆ እርጥበቱ አለ የእንትኑ የእርጥቡ ማለት ነው ደሞ ዳቦ ደሞ ትንሽ ውስጡ ደሞ ክሪስፒ ወይ ደሞ ደረቅ ያለ ስናረጋው አብሮ ከሱ ጋር እንዴት ቆንጆ የሆነ እንት እንደሚሰጠው ልነግራችሁ አልችልም በጣም ቆንጆ ነው ከዛ ደግሞ እንደዚህ ሰላጣ አዘጋጅቻለሁኝ ሰላጣውን ከላይ ግንዱን ቆረጥ እናረጋለን በርገር አንቱሉ ላይ ሳንዱቹ ላይ እንጨምረውን ግባት እንጨምር ስሙዚ እንዲ ለጥ እንዲልልን ማለት ነው እንዴት ለጥ እንዲል ዳቦ እንጨምረውን ነገር እንትን እንዳሉ ዳቦን ከላይ ስንጨንበት ማለት ነው እንዲው ደግሞ ኪከምበር ማለት ነው እንግዲህ የጾም እርጥብ ብለን ስንል እንግዲህ ለሰላጣ አዘጋጅቻለሁ ብንፈልግ ፕሮቲን ከፈለግን አቮካዶ ጨምረን መጠቀም እንችላለን የምንፈልገውን የምንወደውን ነገር ማለት ነው እንግዲህ ቶስት ያደረኩት ዳቦ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ከዛ እርጥቡን ወደ ዳቦ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው አያችሁ እርስ በራሱ በጣም በተወሰነ መልኩ ተያይዞልናል ብዙም ባይሆንም አብሮ እርስ በራሱ ማለት ነው ከዛ ዳቦ ላይ ቁጭ ቁጭ እናደርጋለን ሽታው በጣም ደስ የሚለው አሪው ደሙ ገብቶበት ከቃሪያው ጋር ከምን ማዓዛው በጣም ልዩ ነው ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው በቃ ደስ ስለሚለው በጣም ነው ላይን በቃ አይን ነው የሚበላው መጀመሪያ በጣም ደስ ይላል እርጥብ ስንል እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ሁሉ ሰው የሚወደው በጣም ተወዳጅ የሆነ ምግባችን ነው ማለት ነው እንደዚህ በዚህ መልክ ሳንዱቹን እርጥቡን እንደዚህ በደንብ ባርክተን በደንብ አድርገን እንደዚህ ከ ከጨመረን በኋላ ሳንዳቦችን ላይ ከዛ በኋላ ቀጥለን ደሞ እንደዚህ ኪካምበሩን እናደርጋለን ወይ ኪያሩን እንደዚህ እንጨምርበታለን ቪጂቴብል ከጎኑ አብሮት ከርጥቡ ጋር አብረን እንድንመገብ ማለት ነው ድንቹም ድንች ነው ካርቦሃይድሬት ነው ዳቦም እንደዛው ነው
እንግዲ ካሮቱ አለ ቫይታሚን ኤ እንዲሁ ደግሞ ድንቹ አለ ከዛ ደግሞ ከላይ ደግሞ ቬጀቴብሎች ያስፈልጉናል አይደል ስለዚህ ቬጀቴብሉን ደግሞ በዚህ መልኩ ሰላጣና ኬከምበር ነው አድርጌበታለሁ እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ፕሮቲን እንዳልኳችሁ አቮካዶ መጠቀም እንችላለን እኔ ለዛሬ በሰላጣ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ይሄውና በጣም ትወዱታላችሁ እርጥብ እንደ በርገር አሳራር በጣም ቆንጆ ነው ትወዱታላችሁ እንግዲህ የርጥብ የጾም እርጥብ አሳራሪ ይሄንን ይመስላል አሳራሪን ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ብዬ እላችኋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አበረታቱኝ እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ያረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ የእውነት ከልቤ ነው ማመሰግናችሁ ይሄው እርጥብ እንደ በርገር ማለት ነው እኔ በዚህን ቀለልጆቼ ነበር ያዘጋጀውላችሁ ራሳቸው ማለት ነው እንዴት እንደ ወደዱት እንዴት እንደ ጣፈጣቸው ልነግራችሁ አልችልም በጣም ይጣፍጣል ሰርታችሁ ሞክሩት ተመገቡ ይላልሁኝ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ደግሞ በሌላ ደግሞ በአዲስ ስራ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አገራችንን ሰላም ያርግልን ሰላም ሁኑ ባባይ